زوار وأوفياء قناة كلاش تي في، سلام الله عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة مع محمد البوداري. سعيد برؤيتكم من جديد عبر هذه المنصة التي أتمنى أن تدعموها بمشاركة فيديوهاتها على نطاق واسع. مسؤول أمريكي كبير رفيع المستوى زار الجزائر البارح وشرشمهم في عقر ضيارهم، قال لهم هاد الحجاية ديالكم ديال حق تقرير المصير ما تبقاوش تعاودوها ليا نهائيا، ما كاين غير الحكم الذاتي ولا شيء غير الحكم الذاتي. هذا المسؤول الامريكي الرفيع كان في زياره رسميه الى الجزائر باش يناقش معاهم واحد المجموعه من المواضيع، واستقبلوا صبري بوكادوم وزير الخارجيه ديالهم، وبمجرد ما بغى يجبد ليه هذه القضيه ديال حق تقرير المصير حتى قلب عليه الطبله وقال لي هذه الهضره هي اللي ما عمرك ما باقي تجبد ليا. احنا الامريكان الحاجه الوحيده اللي كنامنوا بها الان وهي الحكم الذاتي اللي كيقترحه المغرب كحل وحيد ونهائي لقضية الصحراء. إلا بغاو الناس ديال البوليزاريو يحكموا في المنطقة الجنوبية مرحبا وألف مرحبا، ولكن تحت السيادة المغربية أو ما يسمى بالحكم الذاتي. هذا الكلام ديال المسؤول الأمريكي الرفيع أصدم صبري بوكادوم أو ما قدرش ينفنف ولا يعاود معاه الهضرة. بالعكس، الجزائر بدأت كتروج في الإعلام الرسمي ديالها للحكم الذاتي كحل نهائي لقضية الصحراء، وهذه هي المفاجأة ديال اليوم، وهذا هو الخبر السعيد اللي بغيت نقله للمشاهدين ديالي. الجزائر بحكم أنها دوزات هذه الكلمة ديال المسؤول الأمريكي في إعلامها الرسمي كيأكد بأنها بدأت كتراجع نفسها شوية وبدأت كتعيق بأن الحل الوحيد لطي هذا الملف لن يكون إلا عبر السيادة المغربية وفي إطار الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب. أما داكشي ديال حق تقرير المصير والتخربيق فراه نهائيا سدين عليه الباب وما عمره غادي يكون حل من الحلول، وما يمكن لأي دولة في العالم من بعد الاعتراف الأمريكي تقدر تفرضه على المغرب. حق تقرير المصير قد ذهب إلى غير رجعة، والشيء الوحيد الذي يمكن مناقشته الآن هو الحكم الذاتي مع البوليزاريو أو حتى مع الجزائر والتي تعتبر طرفا رئيسيا في هذا النزاع. وأيام والناس ديال الجزائر كيحاولوا يخدعوا شعبهم من خلال الإعلام المأجور ديالهم، وكيقولوا لهم راه جاي عندنا واحد المسؤول امريكي رفيع وغادي نجبدوا معاه القضيه ديال الشعب الصحراوي والحقوق المهضومه ديالو من طرف المملكه المغربيه. والنار اللي جا دار لهم ميسا وخلاهم كيبرقوا في عينيهم. الخلاصه الوحيده اللي استنتجها انا شخصيا وهي ان الولايات المتحده الامريكيه سواء ذهب ترامب او نصب جو بايدن رئيسا رسميا فالقرار اللي اتخذته امريكا لا علاقه له بالرئيس السابق، بل بالعكس هو قرار سيادي تم تحصينه من طرف المحكمه العليا. امريكا الان ما عمرها غادي تعرف نهائيا بالبوليزاريو الا اذا اقرت بالحكم الذاتي وامنت به وعبرت عن نيتها في التفاوض مع المغرب من اجل الحكم تحت سيادته. انذاك يمكن لنا ان نرحبوا بالبوليزاريو ونجلسوا معهم على طاوله المفاوضات. اجيو الان تستمعوا للتقرير اللي دارته قناه جزائريه حول لقاء صبري بوكادوم بالمسؤول الامريكي الرفيع، وكيفاش هي نفسها يعني هذه القناه روجات للحكم الذاتي كحل نهائي ووحيد لقضيه الصحراء. هذا وكشف وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرقية الأدنى دايفيد كاشنر فيما يتعلق بالقضية الصحراوية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد بأن المفاوضات السياسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة بين المغرب والبوليزاريو. The United States الولايات المتحدة الأمريكية تؤمن دائماً أن المفاوضات السياسية هي الوحيدة القادرة على حل الأزمة بين المغرب والبوليزاريو. وهذه المفاوضات يجب أن تكون في إطار خطة الحكم الذاتي المغربي. والوضع في الصحراء الغربية لم ينجح، وأعتقد أن ما فعلته أمريكا باعترافها هو تحرك جدي وجريء من أجل إيجاد حل ومقاربة للمشكلة. والسيد قمعهم وشرشمهم في عقر ضيارهم كيف قلت لكم سابقا، جمد لهم الدم في الركاب وما خلاهم في نزيد. حتى قناة النهار الجزائرية والمعروفة بقربها من جنرالات العسكر ما عقلاتش على راسها وهي كتروج للحكم الذاتي اللي كيقترحوا المغرب كحل نهائي لنزاع الصحراء. وربما على ما كيبان لي ايضا فهذا غادي يكون قريبا هو التوجه الرسمي ديال العسكر، ولاو طالبين سلة بالعنب وما بقاو باغيين
الا السلاك مع المغرب. وفينكم اصحاب ترامب غادي يمشي بحاله وبايضا غادي يقلب الفيس على المغرب؟ فينكم؟ خرجوا لي دابا واعطيوني ارائكم وشنو كتقولوا في هذا التصريح اللي قالوا المسؤول الامريكي الرفيع في عقر دياركم. البارح تم الاعتراف رسميا بانتخاب جو بايدن وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الامريكية بعد رحيل دونالد ترامب، وما زال امريكا هي امريكا في موقفها تجاه الصحراء المغربية، يعني ما كاين لا تغيير ولا هم يحزنون سواء كان الرئيس الحالي هو ترامب او بايدن او غيرهما. نصيحتي يا خوتي الجزائرية، يا اما تقبلوا بالحكم الداشي اللي كيقبلوا المغرب وتفرضوا على الناس ديالكم في البوليزاريو، والا ليس امامكم الا تمشيو تشكيو على الشيخ اليابوري. هو اللي بقى فيا اكثر هو بوغادوم ديالهم اللي تقمع قمعه خايبه امام الاعلام ديالهم ولم تكن له الجرأة لتحريك ساكنين أو الاحتجاج أو الاعتراض على تصريح هذا المسؤول الأمريكي. هو كان باغي يجبد معاه الملف ديال الصحراء ولكن دار فيه وقال لي ما كاين لا صحراء غربية ولا هم يحزنون، دعمكم لقضية الصحراء الغربية هو أكبر غلط ارتكبتوه في حياتكم يا ناس الجزائر. وتصوروا معايا دابا هذا التصريح عادي يسمعوه الناس ديال الجزائر ويدوزوه بجغمة ديال الماء، والأكثر من هذا يروجوا ليه فالإعلام ديالهم. هذه سابقة لم يسجلها التاريخ من قبل. فمن قلب الجزائر وعلى التلفزيون الجزائري المسؤول الأمريكي الرفيع يؤكد من الجزائر بأن المفاوضات حول قضية الصحراء يتعين أن تتم في إطار المخطط المغربي للحكم الذاتي. يعني أمريكا تقول بأن الصحراء هي مغربية وليست غربية نهائيا. دايفيد شانكر نائب وزير الخارجية الأمريكي وجه بهذا التصريح صفعة مؤلمة وموجعة للجزائر، وهو ما جعل صحافتهم أي الجزائريين تسارع إلى التأكيد بأن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لقضية الصحراء. إنها صدمة القرن للجزائر، وما على المملكة المغربية الشريفة الآن إلا أن تحتفل بالحدث التاريخي بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على أراضيه الصحراوية وبمغربية الصحراء، وتأكيد هذا القول من طرف المسؤول الأمريكي الرفيع الذي زار الجزائر نهاية هذا الأسبوع. انتهت المسرحية الآن ولا عزاء للحاقدين. كان معكم محمد البودالي في قناة كلاش تيفي. هذه الحلقة أشد على أيديكم بحرارة أن تشاركوها على نطاق واسع حتى تعم الفائدة ويعرف المغاربة حجم وطبيعة الانتصارات التي تحققت في بلادنا في سنة 2020 بفضل الدبلوماسية الملكية الناجحة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.